مشاهدينا مرة تانية صباح الخير على حضراتكم، أهلا بيكم معانا في الفقرة الرئيسية. كل واحد فينا جواه هواية، النهاردة بنحاول نفتش وندور على هواياتنا ما بين الفنون وما بين الرياضة وما بين الموسيقى وما بين جمع العملات والطوابع وكمان الحرف اليدوية، مش هننساها، بتعتبر هواية مميزة جدا وبتشغل بال ووقت ناس كتير جدا في البيوت. النهاردة هنحاول نفتش على الحاجة الإيجابية جوانا، على هواياتنا اللي ممكن تاخدنا لطريق طويل من الإنجازات. النهاردة هنتوقف مشاهدينا في الفقرة الرئيسية مع أستاذ علي لبيب عبد اللطيف. أستاذ علي الحقيقة عضو الجمعية المصرية لهواة الطوابع، كمان هو الأمين العام وسكرتير جمعية عملاتي لهواة جمع العملات ومؤسس موقع عملاتي، وده يعتبر أول موقع مصري لهواة جمع العملات. صباح الخير أستاذ علي، أهلا بيك. النهاردة عايزين نتكلم عن الهواية. هواية حضرتك بدأت معاك إمتى؟ وإزاي الهواية دي أخدتك يعني شيء إيجابي جدا وهو تأسيس جمعية وتأسيس كمان موقع عملاتي وهو موقع إلكتروني؟ والله هي الهواية ابتدت معايا من الطفولة. أغلب اللي ابتدوا الهواية ابتدوها عن طريق العشر قروش والخمس قروش التذكارية اللي كانت متداولة في الفترة دي في الأسواق. كان على ظهرها بيبقى موجود التذكارات بتاعت كل المناسبات بتاعتنا، زي مثلا إعادة فتح قناة السويس، تذكار كل المناسبات كنا بنعمل لها قطع. ده كانت بداية الموضوع معايا. بعد كده ابتدينا نبحث عن المواقع الانترنت اللي فيها الهواية، كان اغلب الموضوع كله بره مصر. بعد كده ابتدينا نتجه لاننا لقينا موقع عربي. الموقع ده اتلم فيه كل المصريين بيجمعوا الهواية، وبعدين فكرنا نأسس موقع مصري ادارته مصرية، يكون اول موقع مصري بيتكلم عن الهواية، وكان موقع عملاتي .com. موقع عملاتي اتأسس على يد الباشمهندس احمد شعبان ومشاركة الباشمهندس تامر. دخلنا الموضوع حابينه وأسسنا الموقع بتاعنا. الحمد لله ربنا وفقنا دلوقتي وبقينا جمعية مصرية مشهورة، تعد من اول الجمعيات المصرية المفعلة في هذا المجال، والحمد لله. طيب ببارك لكم مره ثانيه على الجمعيه. يمكن الجمعيه ما بقالهاش كتير، البدايه كانت في شهر 6 اللي فات، شهر 6 اللي فات، بس باذن الله تحققوا بقى انجازات سريعه جدا. الحمد لله. عايز اعرف الفكره كانت فكره مشتركه بين حضرتك وبين كل القائمين على جمع العملات وكل المهتمين بالهوايه دي. والله هو اغلب الهواه كانوا مهتمين جدا بان يبقى في حاجه مؤسسه من تحتيها بيندرج كل حاجه للهوايه. على رأسهم كان الحاج مجدي الإتربي رئيس مجلس إدارة الجمعية، الحاج محمد كامل ده نائب رئيس مجلس الإدارة، أستاذ محمد زكي، دول الأعضاء الأساسية المؤسسين، وباشمهندس مجدي حنفي صاحب موسوعة العملات التذكارية المصرية. دول المؤسسين الرئاسيين معاكم في الجمعية. قبل ما نستعرض مع بعض، أنا شايفة عملات كتيرة جدا، يمكن كمان كان مع حضرتك أكتر كمان، بس الترابيزة يعني مش ملاحقين نحط إيه ولا إيه. أنا عايزة قبل ما أتكلم عن أهم العملات اللي معانا النهاردة أعرف مصادر حضراتكم إيه من جمع العملات دي، بتجمعوها إزاي؟ العملات القديمة كان إحنا لو هنبتدي في المصادر، إحنا كان عندنا في مصر أكبر مجمع في القرن العشرين الملك فاروق. الملك فاروق كان أهم مجمع على مستوى العالم في القرن العشرين. مجموعة الملك فاروق يمكن من المجاميع اللي لما باعت في المزاد الناس كلها، ده كان أكبر مزاد اتعمل في مصر وأقواهم. دي كانت البداية في المزادات العالمية في العملات. دلوقتي في بره مصر أكتر من مزاد بنقدر نحصل على المجموعات منه، وفي دلوقتي الحمد لله مصادر في مصر بنقدر ناخد منها العملات بحالات كويسة زي ما حضرتك شايفة، والحمد لله. طيب خلينا نستعرض مع حضرتك اهم العملات اللي معانا النهارده، نبدا بايه؟ هنبتديهم العزيز على قلبي جنيه المعبد، الاصدار الثاني للجنيه المصري بعد جنيه الجمالين الشهير، احنا يعني الناس كلها يمكن تسمع عنه. اصدار الجنيه المعبد كان الاصدارات الثانيه، يليه كان اصدار جنيه الجمل واحد. بعد كده كان جنيه الفلاح إدريس، وهو من الجنيهات الجميلة اللي ليها قصص شهيرة الهواة بيحبوها. منهم اللي قال إن هو أحد الفلاحين اللي أرى كف الملك فؤاد وتنبأ له إنه هيبقى ملك، ولكن ده مش حقيقي. هو الأصح إن هو، لأن الملك كان في الفترة دي سلطان، الأصح إن هو تنبأ بحادث اغتيال وبلغه، فبناء على ذلك كان أول حد تظهر صورته على العملات اللي هو الفلاح إدريس. لكل عملة حكاية وحدودة.
طبعا كل 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 قطعه طبعاً عليها كل حاجه بتكون بقى يعني ليها حكايتها وحضرتها الموجوده عندكم وبتهتموا اكيد بيها. بس انا عايزه اعرف برضو مره تانية، هتوقف مع الجمعيه المصريه لهواة الطوابع، في اشتراكات، في ناس ممكن تنضم معاكم للجمعيه؟ طبعا احنا الباب الاشتراك مفتوح للجميع. احنا اسسنا في شهر 6 اللي فات زي ما بلغت سعادتك، الحمد لله قدرنا نعمل معرض لسه مخلصينه. المعرض ده ابتدت الناس تعرف ان في جمعيه في مصر. الحمد لله دلوقتي الاشتراكات ابتدت تزيد. الناس خلينا نقول لو اي حد من الساده المشاهدين عايزين ينضموا لحضراتكم، عايزين يوصلوا لكم، يجوا لكم ازاي، يتواصلوا معاكم ازاي؟ بيقدر يجي مقر استضافه الجمعيه في القاهره، ده عنوانه في وسط البلد 53 شارع نجيب الريحاني. في ارقام تليفونات للجمعيه برضو بيقدر يتصل عليها. المعرض اكيد برضو عمل شعبيه وعمل صدى حلو، المعرض كانت مدته قد ايه وكان فين؟ المعرض كان في مقر الجمعيه في الفتره من 5/1 لحتى 10/1، كان معرض سميناه حكايه جنيه مصري بالتعاون مع الفنان احمد بيرو. هو رسم كل العملات المصريه على لوحات خشب طولها 2 متر في متر، خاصه الجنيه. تزامن ده مع احتفالنا بمرور 115 سنه 114 سنه على طباعه اول جنيه مصري اللي هو الجمالين. المعرض الحمد لله التغطية الإعلامية بتاعته كانت كويسة. الناس ابتدت تتعرف على العملات المصرية من أول جنيه الجمالين تتابعا المعبد، الجمل، الفلاح، كلهم ابتدوا يحسوا إنه الموضوع مش هم لوحدهم في مصر، في ناس غيرهم، في ناس كتير مهتمة. يعني حضرتك لمست فعلا اهتمام كبير من الناس، لسه في ناس لغاية دلوقتي برضو عندها نفس الهواية ونفس الاهتمام. ومن هنا بقى ممكن فعلا ينضموا للجمعية. ولما العدد يزيد بالتأكيد برضو الإنجازات بتكبر معاهم. ازاي ممكن نزرع في أولادنا حب الأشياء؟ يعني ممكن احنا بنشوف لغاية دلوقتي أولادنا برضو يجمعوا الكوينز أو الفضة الصغيرة ويبدأوا يجمعوها، ازاي ممكن أسرع فيهم ده؟ ازاي ممكن أدعمهم في البيت؟ ازاي الأم والأب برضو ياخدوا بالهم إن الموضوع مش مجرد لعبة بسيطة، لكن دي ممكن تكون هواية، وهواية مهمة كمان عنده. هواية جمع العملات احنا بنسميها تاريخ، يقدر كل طفل يشوف منها حاجات وزوايا كتيرة قوي لكل حاجة في الحياة. يعني يمكن هنبتديها معاه بالموضوع الفني. احنا عاملين كتب تلوين للأطفال، بيقدر يلون، هو يعني شكل العملة مش متلونة، بيقدر يلونها. الحاجات دي تبتدوا هم يحبوها. عملنا ماكتات للعملات على حجم كبير، يعني عملنا جنيه الحجم بتاعه كبير بلاستيك. كل الحاجات ديت بيحبوها. احنا ايه اللي ممكن نعمله في البيت؟ انا شايف ان احنا مجرد ان احنا نقعد مع الطفل نكلمه على اي عمله حتى ولو كانت بسيطه، العمله فيها يمكن اكتر من 100 معلومه. خام المعدن، ايه التحفه اللي عليها، ايه اللي احنا عندنا العملات يا اما المعدنيه يا اما فرعوني يا اما اسلامي. اخده وازور المكان دوت واقول له القلعه اهي، هي دي اللي مرسومه هنا، ده متحف كذا اللي مرسوم هنا. المواضيع دي كلها هتحبب الهواية كانت زمان بتدرس في المدارس كطوابع. اغلب ابهاتنا اول ما بنيجي نتكلم معاهم بيقول لك احنا اوريدي الطوابع دي كنا بنبدلها مع بعض في المدارس. الكلام ده كله احنا فقدناه دلوقتي. احنا بنحاول الحمد لله ان احنا نمشي في الاتجاهات دي كجمعية، لان بقى لنا كيان. عاملين على الموقع مواضيع حلوة قوي للاطفال وازاي هنكمل معاهم المشوار. المدارس احنا حاطين قاعده كويسه قوي ان احنا نعمل معارض للاطفال في المدارس، وان شاء الله خير. بتشوف ان احنا عندنا استاذ علي ثقافه جمع العملات والطوابع، عندنا الثقافه دي مهتمين بيها فعلا؟ ولو الثقافه دي موجوده بتشوف انها موجوده بنسبه كام في المية تقريبا؟ انا لسه في المية مش هقدر اقول ايه يعني بالظبط، ولكن انها منتشره ولا مش منتشره؟ اعتقد ان كل واحد مننا، انا النهارده وانا بحط الحاجه على الترابيزه اغلب الموجودين في الاستوديو دخلوا انا عندي ده، انا عندي ده، انا شفت ده. مفيش حد مننا مش جواه الموضوع، خاصه ان احنا بنعشق تراثنا. ابتدينا الفتره الاخيره ما نهتمش بتراثنا. الموضوع جميل. كل حياتنا احنا ممكن نشوفها في العملات. طيب من خلال الجمعيه المصريه لهواة الطوابع ممكن يتم تبادل العملات عن طريقكم مثلا بين الناس او بين الاعضاء؟ طبعا احنا عاملين قاعده كويسه من العملات عندنا متوفره الحمد لله. يقدر اي حد يجي لو ناقصه حاجه، لو صعبه قوي بنحاول نوفرها من بره مصر، لو موجوده متاحه ليه، لو عنده حاجه عايز يبدلها بيبدلها، في حاجه بيبقى محتاج يعرف تقييمها المادي ايه، في اكتر من خبير بيقيمها له. والموضوع الحمد لله يعني احنا شايفين بقى يعني احنا شايفين ان فعلا الهواه كتير.
طيب بس فكرة يمكن مش حاسين ان في حد بقى مهتمين بشكل كافي بالموضوع. طيب فكره التبادل قائمه داخل الجمعيه، فكره التبادل بقى الجمعيه نفسها انها تتبادل العملات مع جمعيات عربيه او حتى عالميه برضو موجوده وقائمه، بداتوا فعلا تعملوا حاجه؟ احنا ابتدينا الفتره ديت بمراسله الجمعيات اللي حوالينا، الجمعيه القطريه، الجمعيه السعوديه، هنبتدي نتواصل مع الجمعيه الامريكيه الاي بي ان اس. كل ده هيفيدنا كتير قوي باننا احنا نتبادل الاصدارات الحاليه. الطوابع بتصدر بشكل رسمي على طول، العملات بتاعتنا يمكن المحافظ فاروق العقده لسه متشال، دي بالنسبه لنا حاجه مهمه لان احنا كل محافظ بنك مركزي بيمشي بيبقى ليه بريفكس اخر توقيع وقع عليه. احنا مهتمين بحاجه زي دي، بره مصر مهتمين بحاجه زي ديت، احنا بنبتدي نراسلهم وبنستنى منهم البريفكسات ديت برضه من بره. طيب خلينا نرجع تاني للعملات اللي معانا، هنتكلم عن ايه؟ انا شايفه قدام حضرتك في الصندوق الاسود دي عمله ايه؟ دي مجموعه من كندا بروف، صدرت سنه 2012، هي من المجاميع الرير شويه، هي صدر منها 200 مجموعه على مستوى العالم. 200 مجموعه على مستوى العالم، لما يكون الجمعيه المصريه معاها مجموعه منهم يبقى ده برضو انجاز. الحمد لله احنا المجموعه رقم 140 على العالم. موجود في القطع زي ما احنا شايفين أجزاء قطع أحجار كريمة، كل حجر فيه السيرتيفيكيت بتاعه وإيه نوع الحجر إن كان روبي وإيه مواصفته. القطع كلها بروف، كلمة بروف يعني القطع بتصنع أوتوماتيك بدون ما حد يلمسها وبتتغلف بتفريغ هواء زي ما حضرتك شايفها كده في الكبسولة بتاعتها. كل قطعة من الـ 12 فيها حجر كريم بالمواصفة بتاعته. تمام، وقدام حضرتك برضو في عملات كبيرة، دي عملات دي كبيرة. دي حاجة مهمة قوي أنا كنت حابب أتكلم فيها النهاردة. شفنا على الفيسبوك كتير قوي الناس بتتكلم إن الخمسة جنيه نزلت، والخمسة جنيه موجودة عندنا يمكن من الثمانينات. خمسة جنيه فضة، ما عندهاش فكرة أو جيل جديد عمالين فعلا يتكلموا على بالعكس ده في 100 جنيه فضة، 100 جنيه يعني في دي موجودة مع حضرتك حاليا؟ أنا معايا الخمسات أغلبها الحمد لله. ممكن نشوف منها يعني، هما احنا كل فتره عندنا، احنا الفتره بتاعت الثمانينات فتره السادات بالظبط، رئيس السادات كان من اقوى الرؤساء اللي زودت موضوع العملات التذكاريه في مصر. ممكن نرفعها بس استاذ علي علشان الساده المشاهدين يكونوا معانا برضو في الصوره، هي ممكن تكون واضحه لينا احنا عشان قاعدين في اطار الفيديو. هي دي مجموعه، هي 5 جنيه اهي مكتوبه عشان الفيسبوك كان عنده صوره ليها، يعني مثلا الاصدارات اهي كل مناسبه اخرهم 5 جنيه. بتشوف عامه ان العملات الفضه بشكل عام سهل انها تبقى موجوده معانا، ولا الناس بتبقى مستاءه جدا من ان في 5 جنيه هتبقى فضه وهتتلغي ال 5 جنيه الورق؟ بتشوف الامر ازاي كمواطن مصري عادي بعيدا عن شغل حضرتك؟ يمكن احنا كنا قاعدين مع مصمم الفنان حامد العجمي، ده اللي صمم الجنيه والنص جنيه المعدن، كان معانا في المعرض وكان بيتكلم ان هو فعلا عمل تصميم لل 5 جنيه. احنا معانا التجارب بتاعته اللي ما كملتش. انا شايف ان الموضوع كويس، احنا الوحش ان احنا نلغي البنك نوت ويبقى معدن، لازم يبقى فيه ورق ومعدن. الورق اهم لان هو بيجذب السياحه بالتاكيد، الصور اللي عليه، المعلومات. يمكن هو في مساوئ كتيره وتكلفته عاليه، يمكن الشيء اللي يعني اسوأ حاجه في الموضوع على حسب حتى راي ناس كتير ان الموضوع لما بيبقى بيفقد قيمته شويه، لما تدي يعني 5 جنيه ممكن تحطها في اي حته، ممكن ما تبقاش مهتم قوي غير لما تبقى ورقه داخل المحفظه او حاجه، بلس كمان ان مع مرور الوقت بتلاقي ان هي قيمتها طبعا ما بقاش في قيمه ليها. لو جيت تدي لحد في الشارع يعني بيركنك عربيتك ولا حاجه جنيه، مع وجود 5 جنيه معدن هيبقى عايز 5 جنيه المعدن، هو هو مش هو عايز جنيه. كل دول العالم لو بصينا على عملاتها هنلاقي ان في 2 يورو وفي 1 يورو. الفئات العاليه لازم تبقى موجوده معدن، ده تداوله في ايدينا هيبقى اسرع. البنك نوت مشكلته ان هو بيتهالك اسرع، نسبه الدوران بتاعته والاهلاك بتبقى اعلى. في نفس الوقت في بعض الناس يعني روجوا اشاعات ان احنا البنك نوت بينقل امراض، ما تمسكش عملات في مصر. الكلام ده كله انا شايفه مش صح، احنا لازم يبقى عندنا عملات بنك نوت ورق ولازم يبقى عندنا عملات معدن. يمكن الفضيات والتذكاريات دي حاجه مهمه قوي، احنا اخر قطع فضيه تذكاريه صدرت السنه اللي فاتت،
تحديدا يوم 23 قبل الثورة، قبل العيد الأول للثورة، كانت قطعة فئة الجنيه وفئة الخمسة جنيه بمناسبة العيد الأول لثورة 25 يناير، وكانت من القطع الكويسة جدا. ومن ساعتها فاكر حضرتك العشرة ساج والخمسة ساج الورق اللي كانوا كنا زي ما بتقول بنمضي عليهم، احنا معانا تاريخهم. هي دي بقى المشكلة، بنمضي عليهم نفس الفكرة. احنا عندنا مشكلة ثقافة نتعامل ازاي مع العملة. احنا ازاي نكتب على العملة؟ احنا عمرنا ما شفنا دولار مكتوب عليه. ازاي ممكن تغيروا الفكر ده؟ يعني انا شايفه ان هو بنسبه كبيره جدا قل، يمكن الجيل الجديد بقى والتقدم التكنولوجي اللي كنا بنتكلم عليه في بدايه يومنا النهارده ما بنشوفش طفل دلوقتي جايب مثلا جنيه ولا حاجه ولا 5 جنيه وبيكتب عليها. الثقافه دي قلت قوي، بس ازاي ممكن نقضي عليها والوعي يزيد كمان عن كده كتير؟ احنا اكيد ده دور الجمعيه. كان معروض علينا خطه جميله قوي ان شاء الله هنبتديها الشهر الجاي. الموضوع ده ازاي احنا هن هن هنحاول نوصل للشعب المصري ان احنا ما نكتبش عن العمله. ده هيبقى عن طريق شويه مطبوعات هتتوزع بشكل حلو قوي على شكل عملات مكتوب عليها. انت طبعا ايه ده، انا مش هقدر اقبلها. الفكره لسه احنا شغالين عليها وان شاء الله خير. يمكن بتفق مليون في المية مع مقولة حضرتك في بداية كلامنا، ان جوه كل واحد فينا يعني نفس الهواية، هواية جمع العملات. زمايلنا خلف الكاميرات دلوقتي بالتحديد كرم المصور الرائع اللي معانا دايما في يوم جديد مطلع لنا 10 ساعات او 5 ساعات، مش عارفة هي مش واضحة قوي معانا، ولكن كل واحد فينا ماشي بالمحفظة معاه برضه. هي المحفظة اول حاجة احنا بنبتدي تجيب لنا العملة بيها، لان احنا فريق عمل متكامل، فاي حد من حقه يطلع قدام الكاميرا يقدم لنا حاجه. احنا معانا اهو دي 10 قروش. 10 قروش. نعم. وبالصدفه يمكن كرم علشان المصورين مش عندهم فكره عن نظام الحلقه او الضيوف الموجودين معانا، ولكن ال 10 ساج موجوده في المحفظه اهي. فكل واحد فينا جواه نفس الهوايه، جواه حب اقتناء العملات. دي حاجه في محفظه كل واحد فينا. احنا اللي بيجي عندنا يقول لنا احنا هنبتدي الهوايه ازاي؟ محفظتك اول حاجه. صحيح. افتح محفظتك بمجرد انك بتعرف كم معلومه، البرفكس، الرقم المميز، التوقيعات مهمه جدا. مع الوقت على طول بتلاقيه هو ابتدى بمجموعته، ابتدى يخش مع حد صديق ليه، ابتدى يتجه ان انا عايز اعرف ايه بقى الاصدارات، طب انا عايز اعرف ايه اللي ناقصني. انا ماسك في ايدي خمس قروش. دي اصدار سنه 40. دي اهي كانت اكبر شويه من العشر قروش. العشر قروش بتوع. انا معايا قطعه مميزه للعشر قروش اصدار سنه 17 ايام السلطان حسين كامل. هي حالتها جميله، اسمحوا لي افرجها لكم. هي العملات بشكل عام الحمد لله يعني احنا الحمد لله احنا بنحاول جداً. على فكره من اهم حاجات عندنا حفظ العملات، الماتيريال كل حاجه في كفرز، وحتى الماتيريال دي حتى مستورده جداً، وانت بتحطهم ان ما يبقاش في اي حاجه ممكن تبوظ العملات. بالتاكيد ثروه وتراث لازم نحافظ عليه. طيب خلينا نتكلم عن نشاط مهم قوي ان شاء الله هتقوموا بيه من خلال الجمعيه. بتفكروا ان انتوا يبقى في اصدار شهري لجريده او مجله شهريه تتكلم عن العملات، قد ايه احنا محتاجين ده؟ لان دي حاجه مش منتشره عندنا في مصر. ان شاء الله احنا الجمعيه بصدد اخراج المجله الجديده بتاعتها. العدد احنا شايفين ان هو خلال ان شاء الله على الاكثر 3 شهور هيصدر. هيبقى مجلة ربع سنوية ان شاء الله. المجلة هيبقى يعني فكرها جميل قوي، احنا معانا طاقم فيها كويس. المجلة هتتكلم عن هواية جمع العملات، جمع الطوابع من ناحية جديدة. احنا عايزين نخلي اغلب المصريين يعرفوا الهواية ماشية ازاي. ايه الفكر ده؟ يعني مثلا هل هيكون فيها صورة للعملة وحكايتها وحقيقتها ومعلومات كبيرة عنها؟ حكايتها، اصداراتها، كل ما يدور حواليها. احنا عاملين دراسة في كل قطعة. طبعا يعني معانا ناس كتيرة قوي مساعدانا فيها. باشمهندس مجدي حنفي بموسوعته، معانا المجاميع بتاعت الناس بالماتيريال، الأخطاء اللي فيها ده كلها حاجات ان شاء الله هتخرج ناتج كويس. احنا متوقعين ان المجله ان شاء الله هتنتشر. بنفكر المطبوع بتاعها، يعني احنا حتى كنا لسه بنتكلم النهارده في الكميات. ان شاء الله الموضوع هيبقى
كويس وان شاء الله يعني باذن الله كل التوفيق ليكم. لكن خليني اتوقف مع انها هتكون مجله كل 3 شهور. مش شايف ان دي نسبه بعيده شويه استاذ علي؟ يعني لاي حد بيحب الفكره ليه ما تبقاش مجله شهريه مثلا وكل مره تمدنا بمعلومات ويعني حاجات جديده كل مره؟ احنا الخطه المبدئيه ليها ان هي تبقى 3 شهور، ده لان احنا حابين نطلع فيها ماتيريال قوي شويه، الدراسات اللي فيها تبقى معموله صح. ده اللي احنا متوقعينه للسنه الجايه يعني، لكن الموضوع ان شاء الله الموضوع بسبب ان احنا نخرج بجانبها نشرات دوريه كل اسبوع يعني، ودي فعلا ابتدينا فيها من دلوقتي. بنخرج شيء يوضح ايه الاصدارات الحديثه وبنراسل بيها الاعضاء. فان شاء الله المجله بجانبها هيبقى فيه بعض الاشياء اللي هتساعد ان شاء الله الهاوي، وفي نفس الوقت المجله هتبقى اقوى بكتير، ولعل وعسى السنه الجايه تبقى كل شهر يا رب باذن الله. بتمنى يكون لنا لقاء تاني بعد اصدار المجله ان شاء الله، ومع مزيد من النجاح والتوفيق لحضراتكم. شكرا ليك استاذ علي لبيب عبد اللطيف، نورتنا النهارده. شكرا جدا على وجودك معانا، وان شاء الله تكون معانا دايما. شكرا لحضرتك مشاهدينا الكرام. بعد الفاصل فقره جديده من فقراتنا، لسه برضو مستمرين مع هواياتنا راحه على فين. اذا زميله كارولين بهاء الدين هتكون معاكم.